السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزاؤنا أو أعزائنا المشاهدين في درس جديد من دروس اللغة العربية، ويسعدنا إن شاء الله في هذا الدرس، درس بسيط وسهل جدا، نتحدث فيه عن تحويل الفعل بمختلف أنواعه، من الفعل الماضي إلى الفعل المضارع ثم إلى الفعل الأمر. تحويل الفعل من حالته كون الماضي، والماضي كما تعلمون هو الفعل الذي حدث وانتهى، والمضارع هو الذي يحدث الآن، أما الأمر فهو ما يتكلم عن الاستقبال أو في الزمن المستقبل. أمر نأمرك بأن تفعل شيء في الزمن القريب أو الزمن البعيد، ويكون طبعا من هو أكبر منك سنا يأمرك بشيء، أو من ربك أو من أبيك أو من مدرسك أو مديرك في العمل. فعندي إذا كان عندي الفعل الماضي بالشكل دوت، ضرب ضرب ضرب، هنا فعل ماضي، كيف أحوله إلى المضارع وإلى الأمر؟ نقول عندي في تحويل الفعل ضرب إلى المضارع، نحوله بحروف أنيت، همزة نون والياء والتاء، فضرب تصير أضرب نضرب تضرب يضرب، أضرب نضرب تضرب يضرب. وفعل الأمر منه اضرب اضرب اضرب، ها يبقى ضرب أضرب أو نضرب يضرب تضرب اضرب، ده الأمر. الفعل الماضي الثاني شرب، هو فعل ماضي، والمضارع منه أشرب، سكنت أتكلم عن نفسي أقول أشرب، نشرب إذا كنا نتكلم عن أنفسنا كجمع، تشرب هي، يشرب هو، أشرب نشرب تشرب يشرب، والأمر اشرب، أو للفتاة أو للبنت اشربي، وللاثنين اشربا، وللجمع اشربوا، والجمع المؤنث اشربنا، وهكذا. ذهب أذهب نذهب تذهب يذهب، يبقى نمشي مع همزة نون تاء ياء، ها أذهب نذهب تذهب يذهب، والأمر اذهب، اذهبي اذهبا اذهبوا اذهبنا. كتب أكتب نكتب تكتب يكتب، ده الأمر أكتب أكتب أكتبا أكتبنا، فور جمع المؤنث أو لجمع المؤنث، واكتبوا الجمع المذكر، واكتبي الى طبعا المفردة المؤنثة. فهم افهم نفهم تفهم يفهم، افهم نفهم تفهم يفهم، والامر افهم او افهمي افهما افهموا افهمنا. قرأ اقرأ نقرأ تقرأ يقرأ، هذا المضارع، والامر اقرأ اقرأي اقرأوا اقرأنا اقرأ اقرأي. جلس أجلس نجلس تجلس يجلس، اجلس اجلسي اجلسا اجلسوا اجلسنا. قال قال هنا فعل مختلف في وسطه ألف، فنبحث عنه في المضارع، أصله واو أو ياء، نقول أو يتحول إلى واو، أقول نقول تقول يقول، إذا تحول الألف إلى واو، أقول نقول تقول يقول، والأمر قل قل قولي قولوا قلنا قولا. باع أيضا يتحول الألف إلى ياء، أبيع نبيع تبيع يبيع، والأمر بع بيعي بيعوا بعنا. استخرج أو استخرج المضارع، أستخرج نستخرج تستخرج يستخرج، والأمر استخرج استخرج من هذه القطعة، استخرج فعل أمر، استخرجي استخرج استخرجوا استخرجنا. هرب أهرب نهرب تهرب يهرب، اهرب اهربي اهربوا اهربنا اهربا. سمع أسمع نسمع تسمع يسمع، اسمع هذا أمر، اسمعي اسمع اسمعوا اسمعنا. ركب أركب نركب تركب يركب،
اركب واركبي وهكذا. رأى هنا فعل مختلف آخره حرف علة، أرى نرى ترى يرى هذا المضارع، والأمر هنا مفاجأة حرف واحد مكسور ري، ري هو فعل أمر من رأى. وقى أقي نقي تقي يقي، وأيضا الأمر حرف مكسور قي، قي كاف أو قاف قصر قي، أمر من وقى. وعى أعي نعي تعي يعي، الأمر أيضا عي، عين كسر عي، حرف واحد تخيل فعل، هذا فعل ري وقي وعي. عندي يسر فعل مضارع يبدأ بالياء، يبدأ فعل ماضي يبدأ بالياء، هذا قليل جدا. يسر، يسر الله لك، فالمضارع ييسر، نيسر، تيسر، ييسر. أما الأمر أيضا فهو بالياء، أو الأمر بالياء، يسر يسر يسروا يسروا يسري يسرا يسرنا يسروا يسروا ولا تعسروا، هذا هو فعل أمر يبدأ بالياء والماضي أيضا يبدأ بالياء. عندي خرج تكون أخرج نخرج تخرج يخرج، وأخرج وأخرجي وأخرج وأخرجوا وأخرجنا. دخل أدخل ندخل تدخل يدخل، أدخل أدخلي أدخل أدخلنا أدخل أدخلوا. نزل أنزل ننزل تنزل ينزل، انزل انزلي انزلا انزلوا انزلا. صعد أصعد نصعد تصعد يصعد، هذا المضارع، اصعد اصعدي اصعدا اصعدن اصعدوا. أشاهد نشاهد شاهد، أشاهد نشاهد تشاهد يشاهد، شاهد شاهدي شاهدا شاهدوا شاهدن. تكلم أيضا هذا يبدأ بالتاء وهو خماسي، أتكلم نتكلم تتكلم يتكلم، والأمر تكلم، نلاحظ هنا تكلم ماضي تكلم مم أمر سكون وهنا فتح. تعلم نفس الكلام، أتعلم نتعلم تتعلم يتعلم، تعلم تعلم. صمت أصمت نصمت تصمت يصمت، وأصمت أصمت أصمتي أصمتا أصمتوا أصمتنا. أكل آكل نأكل تأكل يأكل، كل كلي كلوا كلنا كلا. سأل أسأل نسأل تسأل يسأل، سل أو اسأل. نام أنام ننام تنام ينام، وهنا طبعا الألف بتظل زي ما هي، والأمر نم نامي، ترجع الألف تاني، نامي نامو نمنا. طيب صام أصوم نصوم تصوم يصوم، الأمر صم، صومي وصوم صوم تصح، ترجع الواو. صلى أصلي نصلي تصلي يصلي، والأمر صل، صل صلى الله على محمد، تكون بهذا الشكل صل، أو صلى في صلى الماضي صلى الله، وفي صل اللهم صل لابد أن نكتبها كذا، اللهم صل من غير ياء. هذا عن فعل الماضي والمضارع وكيف تحويل الماضي من كونه ماضي إلى مضارع ثم أمر. هذا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.